السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كابيتان، وأهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وفقا لخطاب الأمن، بتروس بورت ينضم للملاعب التي لا تستضيف مباريات طرفها الأهلي أو الزمالك، مع ملاعب الكلية الحربية والمقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري. وصل منذ قليل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك المصري إلى مقر النادي برفقة وكيله أحمد يحيى للاجتماع برئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور. عمرو الجنايني لإدارة الزمالك بعد جلسته مع بعض مسؤولي الكاف، القرار الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل بخصوص ملف أزمة مباراة الزمالك سيكون لصالح الزمالك. موقف الزمالك سليم 100%، ومسؤول الكاف تفهموا الموقف بشكل كامل، وأطلب عدم الحديث عن الملف نهائيا لعدم الضغط عليهم. ريني فايلر يطلب مواجهة نادي جماهيري بملعبه خلال التوقف الدولي الحالي. أخبار الأهلي، خاض الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي تدريبات بدنية إضافية تحت إشراف توماس مخطط الأحمال، وذلك في نهاية مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. وأدى الأهلي مرانه اليوم وفقا للبرنامج الذي وضعه ريني فايلر المدير الفني للفريق لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة. بيان توضيحي من اتحاد الكرة بشأن مسابقة الدوري، يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعة من قبل لمباريات مسابقة الدوري الممتاز، وضرورة أن يكون المسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها. وقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد الانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي، في حين تم الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة، لحين تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الإفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة. ويود الاتحاد المصري الإشارة إلى أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية، كما يقدر الإشارة إلى ما ورد في لائحة المسابقة من أن تحديد الملاعب مسؤولية الأندية مسؤولية كاملة بالتنسيق مع جهات الأمن دون تدخل اتحاد الكرة في ذلك. ويأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة. موقع إفريقيا سبورت، الأهلي المصري هو أغنى أندية القارة السمراء 1 مليون يورو في الموسم الواحد، ما يعادل 650 مليون جنيه مصري. الموقع تحدث عن الموارد التي تضخ أموال للنادي، ومنها على سبيل المثال مجلة النادي وقناة النادي بالإضافة إلى عدد من الأعضاء والذي يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف عضو بفروع النادي المختلفة، بخلاف متاجر الفريق المخصصة لبيع منتجات النادي الأهلي، بخلاف أيضا عقود الرعاية والبث التلفزيوني لمباريات الفريق. الموقع تحدث أيضا عن أن شعبية النادي وعدد مشجعيه له دور كبير في ذلك، أن الرعاة يقبلون على رعاية هذا النادي من أجل أن تزداد قيمة وعدد مبيعات منتجاتهم التي تظهر على أقمصة الفريق وعلى ملعب التدريبات وعلى الأسوار الخاصة بالنادي من الخارج. أمير مرتضى مشرف على الكرة بدرجة فاشل، 5 أسباب تكشف المستور. أبرز أزمات أمير مرتضى في فترة زمنية قليلة: دوري الموسم الماضي
ركز أمير مرتضى في تصريحاته خلال دور الموسم الماضي على التقليل من شأن منافسه النادي الأهلي، وتسبب ذلك في رد فعل كبير من جانب الأهلي في المستطيل الأخضر وانتفاضة من أجل تحسين الأوضاع والنتائج، في حين تسببت تصريحات حصول لاعبي على جرعة ثقة زائدة تسببت في انخفاض المستوى الفني لأغلبية العناصر بشكل كبير، ليخسر الفريق اللقب في النهاية ويتمكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من كسب الرهان. هروب كهربا. فشل أمير مرتضى في احتواء أزمة محمود كهربا في توقيت حاسم ومهم بالموسم الماضي، ليخسر الزمالك كلمة السر أو اللاعب صاحب الفضل في التتويج بلقب الكونفدرالية بعد أن حصل على ضربة جزاء هامة في مواجهة بطل المغرب، ولم ينجح نجل رئيس الزمالك في إقناع كهربا بالبقاء حتى الانتهاء من استكمال مسابقة الدوري. ثورة جنش. لأول مرة ربما في تاريخ نادي الزمالك يخرج لاعب للحديث عن مستحقاته ومشاكله المادية عبر السوشيال ميديا، وذلك يكشف عن ضعف أمير مرتضى في احتواء اللاعبين والتأكيد على أن هذه الأزمات لا مجال لحلها سوى في الغرفة المغلقة. كشف المستور. لم يتعامل أمير مرتضى بشكل منطقي أو مقنع في الرد على جنش خلال تصريحاته، بل كشف عن وجود أزمات مالية داخل النادي، وكشف أيضا عن وجود خلل كبير في بعض الملفات بشكل يؤكد افتقاده لخبرة التواجد في منصب حيوي مثل المشرف على الكرة. المبالغة في الفرحة. فشل أمير مرتضى في تحذير اللاعبين من الفرحة المبالغ فيها بعد تحقيق لقب كأس مصر، ليتسبب ذلك في انخفاض مستوى أغلبية اللعيبة سواء في لقاء السوبر أمام الأهلي أو في بداية الدور الممتاز، فهناك العديد من علامات الاستفهام حول أداء أغلبية اللاعبين في الفريق. حارس الأهلي يطلب الرحيل بسبب فايلر. بدأ علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البحث عن عرض للرحيل في يناير المقبل حال استمرار تجاهل وجوده مع الفريق. لطفي أخبر فايلر رفضه الابتعاد عن المشاركة الرسمية وعدم المساواة في سياسة التدوير بينه وبين زملاء الحراس، وأضاف الحارس في جلسة عقدها مع المدير الفني أنه يرغب في تطبيق مبدأ المساواة بسياسة التدوير بين اللاعبين والحصول على فرصة المشاركة أسوة بزملائه سواء أحمد الشيخ أو إليو ديانج أو جيرالدو ومحمد هاني، ولا بد من تطبيقه في حراسة المرمى حتى يستطيع الحكم على مستوى الجميع. علي لطفي طلب من وكيله البحث عن عرض مناسب للرحيل في يناير المقبل حال استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم حصوله على الفرصة في المشاركة حتى لا يتراجع مستواها الفني والبدني بسبب عدم اللعب والاكتفاء بالتدريب. مرتضى منصور يقرر إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك واستدعاء ميتشو لعقد جلسة معه في أول رد فعل عقب التعادل مع اف سي مصر. قرر مرتضى منصور ضم طارق يحيى في منصب المدير العام بهدف تصحيح الأمور داخل الفريق بسبب تراجع المستوى. شن محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك هجوما شديدا على ميتشو المدير الفني الحالي للفريق، محملا إياه مسؤولية التعادل مع اف سي مصر في الجولة الأخيرة بالدوري. وقال صلاح في تعادل الزمالك أمام اف سي مصر مشيرا إلى أنه فشل في إدارة المباراة بالكامل، ميتشو مدرب بيألف بمعنى الكلمة وبيغير في التشكيل واللعيبة، مبديا اندهاشه من طريقة إدارة ميتشو للفريق. رئيس الزمالك ميتشو قد فايلر 100 مرة. تحدث رئيس الزمالك عن مصير المدير الفني قائلا أنه أخطأ في إدارة مباراة اف سي مصر لكنه لا يتحمل المسؤولية وحده، ونجح فريق اف سي مصر
حصد نقطة ثمينة أمام الزمالك في مباراة أقيمت بينهم يوم الأحد الماضي ضمن منافسة الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعدما تعادل بهدف لكل منهما. وعلق رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم المذاع عبر قناة الحدث اليوم عن مطالبات البعض بإقالة ميتشو: "ميتشو مدرب عبقري وأفضل من فايلر 100 مرة، لاعب الزمالك تعاملوا مع المباراة بغرور ورعونة، ميتشو لن يرحل، المدرب باقي حتى نهاية الموسم وكذلك مساعديه الأجانب، ولكن قد يتم إضافة عناصر جديدة للجهاز الفني في أضيق الحدود". مرتضى منصور: "فرضت عقوبات بالفعل على عدد من لاعبة الزمالك، ولكن لا مجال للحديث عنها". السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كابيتان، وأهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وفقا لخطاب الأمن، بتروسبورت ينضم للملاعب التي